شكون هي ابرز شخصيه بالنسبه لكم في 2018؟ حتى شخصيه ما دازت في 2018 تتفرح. الشخصيه الوحيده اللي دازت على العالم ومن شحال هذه لدابا هي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هو اللي فكر فينا، ما كاين اللي يفكر فينا في المغرب. حنا هذا الشيء اللي كاين، الرسول تيقول امتي امتي امتي، المغرب كرشي 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 لا غير لا غير. اسم اللي عندنا حنا واللي احسن واحد خدم عندنا في المملكه المغربيه ولا في افريقيا مجموع مضمون زعما هو سيدنا الله ينصره الله يخليه لينا. ما حتى واحد اخويا ما دار شي حاجه، مخير كيجي يعطينا كلمات ويدي ريالات وكيفاش كيفاش يريح على كرسي وخدم حبابه وصحابه ونسابه. وحنا الشعب راه عندنا سيدنا الله ينصره، الدرويش بالنسبه لي راه سيدنا، امنا في الله وفي الملك الله ينصره لينا. ابرز الشخصيه ديال العام هذا هو سعد المجرد، بحيت حقق واحد البوز للعالم كامل خلاه يدوي عليه سورتو لي فرونسي. ما خلى ما دار في الدريات مساكن الله يسمح ليه. هو سيدنا الملك محمد السادس الله ينصره الله يطول عمره، عرفتي برز على بزاف ديال المسائل، تي جي في فاتي ديال افريقيا هاد الاجتماعات قال لي حاول يلم او تضم سميتو المجتمع الافريقي، وقعت شي كارثه تيكون هو السباق الاول اللي تيكرم داك الناس وتيعتق داك الناس. انا تنطلب الله الله ينصره والله يزيدو في المقام ديالو، وهادشي اللي عندي ما نقول والسلام. خدمنا الوزير بن كيرا الله يعمرها دار، دارنا الراميد قد لنا المسائر كذا، خدمنا الله يعمرها دار، والسادم ديالنا بن كيرا خدمنا. ودابا كاين سي وزير اللي ولا بلاصو سي العثماني حتى هو راه غيخدمنا وباينه فيه، رجل طيب ولا يخلي له وليداتو ويخدم لنا البلاد، هادشي اللي بغينا، ولا يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. الشخصيه اللي كتعجبني في 2018 هو رشيد رافع، كان ممثل زوين وكتعرف يضحك الناس، ورا غادي في مسار زوين رشيد رافع، وهذا اللي نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. كأبرز شخصية ل 2018 صراحة لما نشوف واحد التقييم أولي أو يعني كأول وهلة، نرى أن المنتخب الوطني المغربي هو أبرز حدث للتألق ديالو والصعود إلى نهائيات كأس العالم. وبما اننا تنتير هذا الحدث فبشكل تلقائي الشخصيه المتبادره الى الذهن هي المدرب او الناخب الوطني هيفي رونار، وكشخصيه مغربيه ممكن نقولوا ان العميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بن عطيه اللي كان عنده واحد الدور كبير باش تلم وتلتف المجموعه الوطنيه، وعطات واحد يعني واحد مشاركه تاريخيه رغم ان الارقام ما كانش والحظ ما كانش ساعف المنتخب الوطني، ولكن مشاو ادوا ادوار طلائعيه. ومهدي بن عطيه بالنسبه لي انا هو شخصيه السنه.